مع بداية العد التنازلي لأول جمعية عامة عادية في عهد الرئيس الجديد للاتحاد الجزائري خير الدين زطشي التي حدد تاريخ انعقادها في 23 أفريل، تهيئة الطريق من أجل المصادقة على التقريرين المالي والأدبي هدف الرجل الذي لا يريد ترك أي مجال للصدفة من خلال تفادي أي مناورة غير متوقعة من خصومه، وهو الذي ارتكب أخطاء عدة وكانت الحصيلة سلبية أكثر منها إيجابية بحسب المتابعين. ولتجنب المفاجآت كثف الرئيس السابق لنادي بارادو من حركيته لنيل ثقة أعضاء الجمعية باجتماعه في 19 مارس برؤساء أندية الرابطتين الأولى والثانية، اجتماع وصف بالفشل بعدما اختصر الحضور على بعض الرؤساء ليعاود نفس الكرة، لكن هذه المرة مع رؤساء الرابطة الولائية في محاولة لكسب ودهم وتأييدهم ما دام يملكون الأغلبية في الجمعية العامة، لتأتي المساندة من وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي الذي كافأ زطشي بطريقة غير مباشرة تتمثل في منح مفاتيح مقرات جديدة لثلاث رابطات ولائية هي الأغواط المدية والبيض، في خطوة أكدت عدم وجود أي نية للانقلاب على الرجل ما دامت علاقته جيدة برؤساء الرابطات على حد قوله.